لما منسمع كلمة سايكو فوراً بيخطر عبالنا فيلم الرعب الأمريكي سايكو، بس سايكو بالنسبة للكتاب أمل عرفة وزهير قنوع نوع تاني. سايكو جننتونا على العصفورية فتونا. المميز بهالعمل إنه الفنانة أمل عرفة عم تلعب خمس شخصيات مختلفة كلياً، ويلي هنن نجدة، حكمت، ناجية، وصال، ودلال. ما بتعرفي إنه هدول الجماعة هددوني بقتلي بقتلي. الفكرة ما لها جديدة، مثلاً بالسينما الأمريكية بسلسلة أفلام مادية للممثل تايلور بيري، يلي كتب وأنتج وأخرج عدة أجزاء، وحتى عربياً الفنان المصري أحمد مكي عمل عدة أجزاء من مسلسل الكبير قوي، إلا أنه هي المرة الأولى بسوريا لهذا النوع من التجارب، ولهيك قاد هذا المشروع المخرج كنان صيدناوي يلي عنده خبرة كبيرة بمجال تقنيات الخدع البصرية والمونتاج. وصال شلون بدنا يعني شو الترتيب؟ يعني رح نشوف بهالمسلسل خمس نسخ من أمل عرفة بكادر واحد، ولهيك كان في تكنيك جديد بالتصوير مثل استخدام كاميرتين وإضاءة خاصة وأحياناً كروما ودوبلير، وكان من المهم تثبيت عناصر الديكور على الميلي لأنه تغيير مكان أي عنصر بيعمل مشكلة كبيرة. أما بالنسبة للممثلين فكانوا يتفاعلوا مع كل شخصية من شخصيات أمل لحالة، فيضطروا أحياناً يحكوا مع الفراغ أو يقوم المخرج المنفذ بدور الشخصية الثانية ويلقن الممثلين الحوار، بعدين انحذف بالمونتاج وتنحط بداله مجموعة تانية من الممثلين مع شخصية تانية لأمل. ولك يأمرني ربك، هيدا هو الكلام الصح. أها هلأ هيك صح، يعني اتفقت أنت وياها عليني؟ إيه عمتي مشي الحال، أنا قايلة للمحل لازم عن إذنكم. يعني نفس المشهد كان يتصور عدة مرات على حسب عدد شخصيات أمل عرفة الموجودة، فإذا اجتمعوا الشخصيات الخمسة سوا بنفس المشهد فالمشهد بيتصور خمس مرات. المسلسل بلش ينعرض على الفضائيات وبتدور أحداثه حول وصال صحفية بيتم ملاحقتها من قبل ثلاث عصابات بسبب امتلاكها لسي دي بيحتوي على ملفات خطيرة، وبيشارك أمل عرفة البطولة عدد من الفنانين منهم أيمن رضا، فادي صبيح، نزل الرواس، فايز قزق، طلال مارديني، ماهر شقرة، وليس المفتي، ومن لبنان رولا شامية، طارق تميم، ماريو باسيل وغيرهم. والعمل من إنتاج شركة زوا وشركة الأمل. إذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واكتبوا رأيكم عن المسلسل بالتعليقات، واشتركوا بقناة بوسطة دراما ليوصلكم كل جديد.